اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء بالضبط من القرينه من القريعه. جينا عند محل ديال الاخوان اللي غيعطيونا جميع انواع الطيور الاسمنه ديالها والحيوانات. نديروا واحد الجوله على المحل. ها هو ديال 9000 درهم كيدوي ما شاء الله. السلام عليكم. كيف الاخ ديالي بخير؟ هاني كلشي مزيان. مرحبا بك عندنا اليوم الاحد سوق العيون الدار البيضاء بتاريخ 10/11/2024 وجميع المتتبعين ديالنا. نبداو بالنسبه بهذا الولد ديال كريد كابو. هذا الولد هذا مكلنا بالسترانك، هذا مكلنا، انا باقي صغير عندي شي شهر. راه انتاج محلي، هذا باقي صغير. يلا دابا عنده 3 شهور دابا. ها هو راه عنده الرقم ديال التسجيل، رقم التسجيل وطني ماشي اجنبي. الرقم ديال التسجيل ديالو كما كيتسمى الباك. الباك ديالو حنا بالعربيه ديالنا كنقولو التسجيل، يعني وطني هذا ماشي اجنبي. جاي من هذا انتاج مغربي 100%. والطياره الفار راه اللي بغاها راه في ثمن مزيان، بقى لي 6000 درهم يعني شي حاجه. اللهم بارك. ضروري بحال هاد العلومه ضروري. وعندك لا ديالو راه ذكر، يعني لا ديالو راه ذكر، يعني اللي مهتم باغي ذكر راه كاين. ها هو وراه دابا وصلنا للمرحله ديال اللي كنخدمو فيه. بدا الوقت ديال الفيطان بدا كياكل شويه. يعني حتى كتوكلو نتوما. لا هذا ممكن، هذا ممكن بالصوره عندي، هذا ممكن باقي عنده شهر كما كنقول لك صغير، ما باقي صغير. مازال الحج ديالو يولي كامل. لا مازال باقي صغير دابا، يلا باقي في المرحله ديال العطاء ديالو. باقي يلا الطاي هذا لقيته فين كيشد الكباري ديالو ديال العطاي ديالو. يعني اي واحد يكون مدرس ما يعرف الله. لا ما كاينش العطان. ها هو اي واحد. لا مولف. ها انت نجربو عندك تنتايا. ها هو كاين تما كاين شي حاجه اللي كطلع على يدك كطلع بحال نطلع صفحه بيضاء. داكشي كتعلمو انت، داكشي اللي بغيتي تلقنو ليه كيتعلم من عندك. بغيتي يحفظ القران، بغيتي يعني شي حاجه انت كديرها يوميا. المرحله ديال التعلم ديالو هذا بحال شي دري صغير يلا بغيتي تبدا تدخل المدرسه، يلا بغيت يتعلم. يعني هذا من الطيور الغريب، يعني النادره اللي كتكلم جميع اللغات. يعني اي دوله كيمشي ليها كيتاقلم مع اللغه ديالها، فهمتي. واو اللهم بارك. هذا راه قرب يولي كيطير. اللهم بارك. اييه ها هو. قولهم شويه على الانواع ديال الدجاج. وبالنسبه للانواع ديال الدجاج ديالنا، بالنسبه للدجاج ديال الديكور، دجاج الزينة كما كنقول، دجاج الزينة راه عندنا من الاصناف المتعدده، الاصناف اللي كاينه تقريبا في المغرب كامل. الا ما نقول كاينه شي اصناف اجنبيه اللي داخله شاهيه والانتاج ديالها ولا كيتم محلي كما كنشوفوا. هذا راه الذكر ديال الصوماني، الاصل ديالو راه اندونيسيا وفي شي مزاير. اللهم بارك. راه العظم ديالو اللحم ديالو وكلشي كحل، حتى المسال ديالو، المسال ديال الثمينه دابا على حساب لا راس، قد ما كانت لا راس كثير قد ما الثمن كيكون طالع شويه. حنا هنا في سوق العيون القريعه، يعني الاثمنه كتبدا من 400-500 درهم في حدود شي حاجه اللي كتكون مأصله، ما كتكونش خالص.
يعني كما كتديه نتايا وكيخرج لك كتاكيت ماشي من النوع ديالو. حنا كنقلبوا على المنتجين اللي كنتعاملوا معاهم اللي عندهم سلالات نقيه باش حنا الزبناء ديالنا كيكونوا راضين علينا ملي كيتفقس عندهم البيض اللي كنبيعوا ليهم والكتاكيت يعني كيطلعوا شي حاجه اللهم بارك. لا ضروري راه اي واحد مبتدئ خاصك تعاونو انت باش كيزيد في المسيره ديالو القدام. يمكن انت غادي من الديبار غادي تدير لي حجره ديال العطره قدامو. خاصك من الديبار تبين ان الناس الى دا شي حاجه راه كيدا عن مصداقيه ما كيديش شي حاجه. بالنسبه لانواع الطيور عندنا كما كنقول هادو طيور الحب لي زانسيبارابل هادو كيبقاو ب 100 درهم الواحد 100 درهم يعني. وعندنا كما كنقولوا كبار ماشي ولا صغار باش الناس يعرفوا هادو كبار يعني الوقت ديال التزاوج ديالهم. وحنا عازلين كوبلاس باغيني بيض وعازلينهم في الاقفاص ديالهم. تعال سيدي مرحبا. بالنسبه كاين عندنا هذا راه بيروس روايال من البباغاوات النادرة. هذا قليل هذا راه ذكر راه اللي بغاه راه فيه ثمن مزيان كيبقى ب 3000 درهم بقى ب 3000 درهم. وعندنا هاد النسوة هادي النسوة ديال الروزيلا هادي راه تبقى ب 1000 درهم 1000 درهم هاديك راه اللي بغاها راه واجدة. وعندنا تسميت وليدات ديال كما كنشوفوا ها هما هادو راه كن نطعمون بالسوره هادو تا هما راه ديال التريسات اللي بغاهم تا هما كيبقاو 100 درهم بياسه. وعندنا سيدي كاين هنا لي زانسيبارابل هنا هادو كاينين عندنا لي زانسيبارابل هادو اوبالين روز كاين لي تينو صفر عندنا تيركوا هو ازرق وكاين اوبالين خضرين. وبالنسبه للطيور الكناري اللهم بارك راه عندنا كاين هنايا كما كتشوف راه كاين هنا الفريزي كاين هنا الموزايك عندنا هنايا لي ديامون جولد ها هما لي ديامون جولد راه كيبقاو ب 400 درهم الكوبل. ونزيدك عندنا انسيبارابل هاد راه كاين ان كوبل هادي كتبقى ب 350. وهنا راه عندنا كوبل جلوستر راه بجوجهم عندهم الكورونا كما كتشوف عندهم الشابو يعني ملي كتشوف الشابو هادي كتسمى كورونا. وهنايا عندنا جوج كوبلات اورونج ديال الكناري راه واجدين هادو ديال الخدمه يعني راه اللي بغاهم مع اللي يدير لهم العش ديالهم ويحط لهم الخيط ويتناهم يجملوش وراه يخدموا ان شاء الله. وهنا كما كتشوف راه كاينه جويزه ديال انسيبارابل هادي راه باغا تبيض واجدين ها هما هما كما كيشوفو المتتبعين ديالنا راه كوبل راه واجده راه تقريبا كاع غتكون حطات البيضة الأولى ديالها. وهنا كما كنشوف عندنا الحمام الماسي الحمام الماسي كولوم ديامون هادو الزينة هادو ديال الزينة هادو لا هادو ما كيدويوش هادو ديال الزينة وكم واحد المنظر زوين اللهم بارك كما كتشوف راه شي حاجة اللهم بارك راه اللي بغاهم راه كيبقاو 150 درهم زويزة 150 درهم. حنا دايرين أثمنة في المتناول ديال الجميع. وكما كتشوف راه عندنا كوبلات ديال المولينا كاينه هذيك اللي في على يديك اليمين راه مولينا اناناس باغ 2022 راه اللي بغاهم كيبقاو ب 1300 درهم راه بلا دين ديالهم بكلشي الزويزة. وهادو راه تا هما راه جوج كوبلات ديال المولينا كاينه وحده راه جرين شيك بورتور ديال الصفر وواحده راه تيركواز متابعين اللي كيفهموا في هادشي راه عارفين. خويا هذا الهامستر هادي نتوا ديال الهامستر راه حامله دابا غتولد هادي عزلناه هنايا باش كتاخد الراحه ديالها في الولاده ديالها. وهنا راه عندنا كالوبساتنا كالوبسات راه بيان دريسي كتخرجوا الطياره الحر. هنا كما كتشوف كاينه جويزه ديال انسيبارابل راه مبيضه راه داخله تما العش راه مبيضه عازلينها تمايا مخلينا بوحده. وهنا راه عندنا كما كتشوف واحد الطبق متنوع ديال لي ديامون جولد
كاين المونداره وكاين لي موانو، هادو كلهم كيعيشوا في كما كنقولوا في قفز واحد، في مسرح واحد كيعيشوا، ما كتخافش تضربوا. وكاينين دوك الطيور ديال الموانو هما كيقرقوا لهذوك اللي فيهم الالوان الزاهيه. أيه. بالنسبه للموقع ديالنا حنا سوق العيون القريعه الدار البيضاء شارع محمد السادس، والانيمال غير الاخوه، وراه اللي بغى شي حاجه راه الرقم ديالنا راه موجود، راه هو اللي كاين على الواجهه ديال الشاشة. بالنسبه هنايا عندنا واحد الذكر ديال سبيتزناه، هذا راه من اصل روسيا، الاصل ديالهم اوكرانيا، ولكن هذه كان جاتنا واحد الكوبل من روسيا بالوراق، بعنا النسوه ديالو بقى عندنا الذكر. الذكر راه ما شاء الله. لا ذكي هادو اللهم بارك. ها انت شو شو شي حاجه طوب طوب، هادو ديال الدار، هادو تكون عندك ابارتمون فيلا كيعيش شي حاجه زوين اللهم بارك، كتخرجوا معاك في الطوموبيل كيمشي معاك، يعني كلب اللي ذكي تبارك الله ذكي ذكي. وهو دابا تقريبا اللي داير طوندونس هاد سبيسناه، هو تقريبا اللي عليه واحد الطالب كثير عندنا في المحل ديالنا، من الكلاب المعشوقة. ها هو شو اللهم بارك. ها هو نخلي المشاهدين يشوفوه. ها هو كيما كيشوفو راه اللهم بارك، راه اللي بغاه راه فيه ثمن مزيان. بالنسبة لهادو، هادو عندنا لي بولدوغ فرونسي، عندنا مال و فومي، هاهما كيما غتشوف، هاهما. و هنا عندنا لي بيشو، هاهما. هاد لي بيشو راه تاهما فيهم ثمن مزيان، هادو راه كيبقاو بألف درهم البياسة، ما كاين لا 1500 لا 2000 درهم، كيبقاو بألف درهم الواحد، راه اللي بغاه راه 100000 مرحبا. وعندنا هنا طائر الكوكتيل أو ما يعرف هنا بالعامية الكالوبشيت، اللي بغاه راه الثمن كيبقى ب 100 درهم البياسة. هنا تاهما كاين الطائر ديال الكالوبشيت. عندنا هنا المولينا، هنا راه كتبقى ب 600 درهم بياسة المولينا، بالنسبة لفيروس 40 درهم، راه كاينين طفرات زوينين. وعندك هنا بالنسبة للكناري الأحمر راه 150 درهم بياسة. وبالنسبة هنا عندنا واحد الطائر الدرة أو أكولي خضر راه مدريسي، هذاك تا هو 1000 درهم، وراه كاينة جوج ديال المولينا راه 1300 درهم. هنا عندنا انسيبارابل زرقين، هادو كيبقاو 150 درهم بياسة. هنا هذا ديال الطوماطي جميع انواع ديال الطوماطي. تحية السكر واخلاص الاخ ديالي اسم محمد، راه هو الكابيتان ديال انيمال غير الاخوه. هنا هذه قنيه، هذه قنيه كانيش، كم هاي كانيش كتلقاها الراس ديالها بحال الراس ديال الاسد، هاي كما كتشوف راه اللهم بارك، راه شي حاجه اللي داوي على راسها، راه اللي بغات هي راه اثمنه راه جد مناسبه عندنا، كتبقى حتى هي 100 درهم بياسه. كما كتشوف حتى لي سيامو، عندنا لي سيامو شي حاجه اللهم بارك. ها هما بالنسبه للهاتف كيبقى 0612 94 14 84. بالنسبه للهاتف كيبقى 0612 94 14 84، وراه التوصيل لجميع المدن وعلى مدار اسبوع، يعني اي حاجه بغيتيها راه كتوصلك. وبالنسبة للقيطات راه عندنا، بالنسبة للقيطات راه كاين اللي سيامو هيمالايا شي حاجة اللهم بارك، يعني راه شبيهة بالبيرسون، كتلقى الزغب عندها الزغب طويل كما كنقولو. هاهما
يعني شي حاجه لا راس ماشي هاك. وي اخدي وبالنسبه للاخوان ديالنا والمتتبعين ديالنا حنا كنشكرهم بزاف الاعجاب بالقناه ديالنا، شكرا والى اللقاء. وبالنسبه هاد ها هو ذكر بيرسون اللهم بارك شي حاجه اي حاجه في الدومين ديال القطط ولا الكلاب الصغيره والكبيره بجميع الانواع ديالها راه متوفر عندنا، يكفي انك تصيفط لنا الاسم ديالها وكتكون اللي كتخص الحاجه اللي كنرسل لك سواء قط او كلب او بيروكي او اي طائر اي حاجه كتبغى مع المستلزمات راه حنا كنصيفطوها لك وبثمن جد مناسب. وكنشكروا جميع المتتبعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وتحيات. كنا شي معنا قرب ورانا اي حاجه عنده عطانا اثمنه راه في المتناول تزيير اي واحد جا عنده من واخا ما كيعرفش راه كيوريه في اي حاجه وراه ما يبيعوش شي حاجه فيها غلط.